خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من ارض الملعب يدينا التشكيله الرسمي للنادي الاهلي ولنادي الاسماعيلي لو كان معايا. اتفضل يا فاروق. تحياتي ليك مره تانية كابتن اسلام ولضيوف حضرتك الكرام، ضيوف ملعب النادي الاهلي، شيخ المدربين طبعا الكابتن فتحي نصير والكابتن احمد بلال والكابتن اسامه حسني وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. تم اعلان التشكيل الرسمي للنادي الاهلي. حراسه المرمى النادي الاهلي لهذا اللقاء محمد الشناوي، قدامه اثنين مساكين رامي ربيعه وايمن اشرف، في اليمين محمد هاني، في الشمال علي معلول، اثنين في دايره المنتصف اليو ديانج ومحمد مجدي قفشه، قدامهم الثلاثي احمد الشيخ، حسين الشحات وجونيور اجاي، ورأس حربة هو مروان محسن. على الجانب الآخر أيضا فريق نادي الإسماعيلي أعلن تشكيله لهذا اللقاء. في حراسة المرمى محمد مجدي، قدامه قلبي دفاع محمد هاشم وباهر المحمدي، على اليمين أحمد أيمن، في الشمال محمود البدري، منتصف الملعب محمود دونجا ومحمد مخلوف، قدامهم ثلاثة باكيتي سيلفا وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي، ورأس الحربة طارق همام. زي ما قلت لك كابتن إسلام، ده تشكيل للنادي الأهلي وتشكيل فريق الاسماعيلي. اقول لحضرتك احتياطي فريق النادي الاهلي لهذا اللقاء: شريف اكرامي، وليد ازارو، وليد سليمان، سعد الدين سمير، محمود وحيد، حسام عاشور، وجيرالدو. من الامور اللي حريص عليها ايضا يا كابتن اسلام اللي ننوه عليها من خلال قناه النادي الاهلي: حاله التركيز اللي عند الجهاز الفني، عدم الانشغال بنتائج المنافسين او نتائج الفرق الاخرى. الجهاز الفني كان حريص على مواصله الانتصارات دون النظر الى نتائج او ترتيب المنافسين. ده كل اللي كان لدينا كابتن اسلام في هذا قبل انطلاق هذا اللقاء من هنا من استاد الماكس. هنكون مستمرين مع حضرتك كابتن اسلام على بعد ان شاء الله هذا اللقاء، ونتمنى باذن الله التوفيق للنادي الاهلي واحراز الثلاث نقاط. معاك يا كابتن اسلام لو في اي استفسار من حضرتك او ضيوف ملعب النادي الاهلي. شكرا جزيلا يا فاروق، ولكن هل في حد بره التشكيل ولا لا؟ معانا فاروق ولا خلاص يا شباب؟ معايا. طب اتفضل يا فاروق، قول لنا لو في حد الاسماء اللي بره التشكيله الرسميه. يعني كده مصطفى شوبير اعتقد. نعم يا كابتن اسلام. مين اللي خارج التشكيل؟ محمود متولي ومصطفى شوبير، مظبوط؟ مصطفى شوبير خارج التشكيل و محمود متولي. مصطفى شوبير و يعني تم استبعاد مصطفى شوبير من قائمه ال 18 ومحمود متولي، يعني الاثنين اللي خارج قائمه ال 18 لهذا اللقاء محمود متولي ومصطفى شوبير. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح، ولو في اي جديد احنا معاك على الهواء مباشره.